جايز كيفكن؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناة اسراء جيمر. اليوم بعد الفيديو راح نلعب لعبة بيكي اكس تي. طبعا اول بعد الفيديو حبيت وراح نسوي طبعا الفرق بين هذيك البدلة وهي البدلة، عشان كتير منكم بيحكوا لي اسراء انا حيراني شو اشتري، اسراء انا اشتريت تبع الادمن، اسراء شو يعني انا حبيت، وكمان تقريبا جميع اليوتيوبر سبوها هاي، فلهيك انا حبيت كمان اني اسويه عن الفرق بين البدلات ومين احسنهم، عشان انتو لا تسرعون وتشترون تبع نيم دا او تبع الادمن. المهم طبعا قبل ما نبلش، اذا حابين تعرفون شلون سويت الاشياء اللي عم تطلع مني بالبحر حطوا لايك عشان اعرف كم عدد الناس اللي حابة تعرف. بس هلا خلونا نبلش. طبعا الاشياء بتطلع بس بالمي، سويت خدعي. اوكي فا يس. هلا طبعا يا جماعه رح نبلش اول شيء طبعا بلبسه هذا الادمن، يلي ما انا مشترك اشتركوا عشان اعرف كم منكم بيحبوا قناتي ويحبون بي كي اكس تي. يلا طبعا 500 مليون شخص بيحب لعبه بي كي اكس تي ومحملها، بس انا بدي كمان 500 مليون شخص عندي بالقناه سبسكرايبرز، بس امبوسيبل. بس يلا عادي 500 مليون عدد كتير 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 كبير، ما وصلوا لإله، حتى المغنيين ما وصلوا لإله. المهم لا علم. طبعا رح نروح هلا للسباق عشان نتسابق، ولما رح نتسابق رح نشوف مين رح يفوز. يعني انا رح نتسابق مع بالبدله هاي ونشوف كم ثانيه، وبعدين كمان رح نتسابق بلبسه تيم دا ونشوف شو يعني. وكمان شاركوا الفيديو مع اصحابكم يلي بيلعبوا لعبه في كي اكس تي، حتى يلي ما بيلعبونا ارسلوا لهم الفيديو عشان يصيروا يلعبونا. طيب يلا هلا رح نبلش السباق بسم الله ونشوف شو صار. جماعة فكرة في شوي هيك ازعاج بالفيديو، بس يلا عادي مو بإيدي. فا يس خلونا طبعا رح نتسابق ورح اشوف كم رح اخذ من تانية بهذا البدلة، كمان رح نشوف كم التانية بالبدلة تبع نبدا. اوكي فانتوا اشتركوا عشان تشجعوني بالسباق. يلا يلا شجعوني اسراء. يلا واحكوا لي انتو اي بدله بتعجبكم فيها، وطبعا انا رح احاول اسوي كل ما بجهدي عشان اتسابق منيح مشان هذه البدلتين. فانتو في منكم يلي لسه ما اشتراها وبده يشتري، فرح افرجي لكم اي بدله عشان انكم تعرفوا شو تشترون. طبعا في اللي عم يحكي هاي البدله تقدرون تحصلون عليها بالمجان مدري ايش، هذول البدلات لازم انكم تشترونه، احنا اعطونهم لان احنا يوتيوبرز عشان احنا بنتعب ونصحب كتير نصور فيديوهات كتير كتيرة، وكل يوم عم ننزل منه شوية وبسبب انتاج صرنا بنصغر ما عم نتوقف. يعني حتى انا كمان يعني انا عم بتعب اكتر خصوصا بهالفترة مشان انا مريضة، عم رغم عن ذلك وبصور بسحب بكير منتج، بعدين في شي بعد مرات يصيروا معاي مشاكل كبيرة، ومثلا فيديو انا صورت كتير فيديوهات بس ما بتتسجل، لك يعني بنتعب كتير، بس في شخص مثلا ما بيسوي شيء، احنا بنتعب نسوي مجهود، بس في لاعب مثلا الناس اللي ما عندهم 5000 مشترك مثلا ما في اللي يوتيوبرز ما بيتعبوا يعني بس تصوير فيديو واحد بالاسبوع او بالشهر يعني، وانا بنزل 3 فيديوهات 4 باليوم، يعني فيديوهات عم بقدر عليها. فان شاء الله لما ما اصير مريضة المهم اخذت هلا نجمتي. طبعا احنا بنتعب لك بيعطونا احنا بي كي اكس تي كمكافئة انه بنلعب لعبتهم ونسوي لها دعم واشهار، في كثير ناس ما كانوا بيعرفوا بي كي اكس تي عرفوها من قناتي وحملوها، فهم بي كي اكس تي من مصلحيتهم انه حدا يحمل اللعبة وحدا يعطيهم 5 نجوم، فلهيك يعني احنا بنسوي لهم زي كانه دعم للعبة تبعنا، هم بيعطونا مقابل هيك هدايا تبع التعب تبعنا. بس في لاعب مثلا انتو ما بتسووا شيء يعني بس عم تتفرجوا تلعبون وبتحكون بدي هاي البدلة بالجنة، فا امبوسيبل يا جماعة امبوسيبل والله والله. فاليوتيوبرز اللي بيتعبوا صح بيكون عنده أكثر 5000 مشترك، ما بعرف ليش بس المهم بي كي اكس تي هيك مسويين القانون. فهلا طبعا رح نلبس لبسه تبدا ونشوف اذا رح اخذ نجمتين او كاب، يعني اذا اثنيناتهم زي بعض او شو. اوكي هلا انا مستعده وخلونا نبلش
راح ادخل على السباق هالبرة وراح اتسابق. يا جماعة كتير حبيت البدلتين هاي تبع الهالوين على فكرة، يعني هدول البدلات من الهالوين هم عم يجهزوا فيهم، كانوا بيحبسونا عشان هلا بتنزل. ياي يلا هلا ببلش السباق وراح ابلش زي ما بلشت البر الماضية، ورح تشوف اي بدلة فيهم احسن. طبعا زي ما تعرفون انه هاي البدلة هي ارخص وحدة فيهم، فكلكم اشتريتوها، ما بعرف ليش بس لقيت الكل اشتراها، فمشان رخيصة كتير 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 فلهيك الكل اشتريها، بس يعني نفس ميزات ادمن، فرح تشوفون نفس ميزات الادمن. بس شو هلا عندي النت ضعيف والموبايل بيعلق، فما بعرف ليه شوي في ازعاج بالصوت، انا بيزعجني كتير زي كأنه مترقي فوق راسي. هيك خلوني اركز. يلا عادي، يس يلا اوكي، يلا 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 كيف نفتح الباب؟ هاي لا هاي، يس يلا يلا يلا. اخذت كمان نجمتين بس بلبست النيم ده وصلت اول. طبعا الاثنين عندهم نفس الميزات زي هاي زي اللي بالهنيك، بس الديكور يلي مختلف يا جماعه، لهيك انتوا اشتروا يلي بدكم، اشتروا يلي تقدرون عليها، لا تشتروا عشان ناس تحكي عنكم غنيين اغنياء او هيك، انه حتى لو في مثلا شخص غني بالحياة الحقيقية بس فقير باللعبة، فا يس يعني مو الكل بيحب يشحن باللعبة اصلا، يعني مو بال بدي اسوي درس تربية اسلامية. المهم لا علينا يا جماعة، اذا بدكم تشتروا اشتروا اي بدلة يلي عجبتكم، بس انتوا عم تشوفوني انه انا عم بلعب. مرحبا مروة، منوري والله ما شفتك، هاي جيتي هيك دغري. يلا نسوي ريس انا وياكي، كم رح نتسابق انا وياها ونشوف مين اللي رح يفوز فينا. خلص تعي بلاش، رح نتسابق ورح نشوف مين رح يفوز فينا عشان تعرفون مين البدله الاحسن. فانا رح احكي فيديو جيم، فهي اجت عبدا عشان تسوي هيك الفيديو ونشوف مين اللي رح يفوز. هي لابسه لبست الادمن وانا لبست نيمدا، رح نشوف مين اسرع. اوكي حكت مي تو، او ماي جاد يس ياه. هلا رح نتسابق رح نشوف مين اللي رح يفوز يا جماعه، تحدي بيني وبين مريوم. يلا 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 علق الموبايل لك، مو بايدي مو بايدي بليز، مو بايدي لك علق، اخ لا نو علق علق وربي علق علق. لا بليز بليز استني استني والله بس علق، والله لا الحقك. يلا 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 يا جايز، يلا يا جماعه يلا 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 لك يلا دغري بدي افوزك، يلا يما يما بدي افوز. بس والله علق الموبايل لك، شفتوا علق الموبايل، مو موبايل اللعبه اللي علقت لك، لا لك شفتوا انا وياها مسويين زي كانه تحدي، فهي اجت عشان هي كمان عم تصور، حكيت لها فيديو جيم، هي حكت لي فيديو، فما بعرف وين راحت، المفروض هي تكون هلا فازتني. ياس رح اروح افوزه. المهم لا علينا، احنا هلا ما بنتسابق عشان افوز او هي تفوزني، بنتسابق عشان نعرف مين احلى بدله. والله افوزك بس استني 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 لافرجيلك، استني لافرجيلك يما فازت، يعني لبست الادمن احلى. بس والله يا جماعه يا سكرت باكس ثانك يو، اي دونت نيد ذس، شكرا. بس المهم طبعا البدلت اثنيناتهم زي بعض، بس لكو انا وياها اخذنا نجمتين، فا اوكي لكي بدي اخذ لها صوره بعدي، يس احملها.
ياه كتير كتير حلو. طبعا انا لابسه هاي اللبسه وهي لابسه لبسه الادمن، انا لابسه لبسه الدفا. يس اشي كتير حلو صدفيف، عشان هيك سوينا هيك تحدي دبعت وشفنا مين احلى لبسه. فرح البس انا كمان هاي تبع الادمن وخلص بزبي كفينا. المهم يا جماعه طبعا هيك بنكون خلصنا الفيديو، اتمنى عجبكم. احكوا لي شو رح تشتروا، رح تشتروا او لا؟ عادي اذا ما اشتريتوا لا تزعلوا، مشان مو اشي اللي كثير ثمين او ضروري يكون عندكم. بس يا جماعه بظن اني هي فهمتني صراحه. خلص خلصنا الفيديو، اتمنى عجبكم. باي، يلا باي باي.